بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا في درس سابق بعض المقدمات الفقهية المتعلقة بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفقه، ووقع السؤال عن كتب المذهب المالكي ومتونه وأهم المراجع التي يرجع إليها في هذا المذهب. فلذلك نخصص وقتا يسيرا لكتب المذهب أو لاستعراض أهمها، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في تدارس أوائل الطهارة من رسالة ابن أبي زيد رحمه الله. فليعلم أولا أننا يمكن أن نقسم كتب المذهب المالكي أو الكتب التي يستفاد منها في دراسة المذهب المالكي إلى أقسام. أولها الكتب الأصلية، وبعدها الكتب الفقهية الجامعة، وبعدها الكتب غير المختصة في الفقه، وهي مع ذلك مما يؤخذ الفقه منها، ثم أخيرا المتون وما كتب عليها. فأما الكتب الأصلية في المذهب المالكي فهي الكتب التي تعد عمدة يستند إليها كل من أراد أن يحرر مذهب الإمام مالك. وقد ذكرنا آنفا في لقاء سابق أنها الموطأ والأمهات والدواوين. والموطأ ذكرناه، وذكرنا أيضا أن الأمهات هي المدونة، وقد ذكرنا قصتها في لقائنا السابق. يضاف إليها ثلاثة كتب، هي المستخرجة أو العتبية، ثم الموازية لمحمد بن المواز، ثم الواضحة لابن حبيب. فهذه هي الأمهات. يضاف لهذه الأمهات المختلطة وهي الأسدية، ثم المبسوطة لابن عبدوس، ثم المجموعة للقاضي إسماعيل. وبتمام هذه السبعة تتم الدواوين. فهذه هي الكتب الأصلية، بعضها موجود بعضها غير موجود، ولكن ينقل عنه أئمة المذهب. وقد ذكرت لكم آنفا أن ممن ينقل عن هذه الكتب نقولا طيبة مفيدة إمامنا الذي نحن بصدد دراسة مقدمته، وهو ابن أبي زيد رحمه الله، لكن في كتابه الآخر المسمى بالنواجر والزيادات. ثم القسم الثاني هي الكتب الفقهية الجامعة، وهذه كثيرة جدا ولا سبيل إلى الإحاطة بها، لكن نذكر من أهمها كتاب التبصرة للخمي، وهذا كتاب عمدة في بابه، ولذلك هو من الكتب التي استند إليها خليل في مختصره التبصرة للخمي. وإن اعتمد عليه خليل في مختصره فقد اشتهر عن أئمة المالكية أنهم يقولون إن اللخمية يخالف مذهب مالك كثيرا، لأنه من العراقيين، حتى قالوا إن اللخمية مزق مذهب مالك، وهو الذي نظمه النابغة في البطليحية بقوله، وهذا الكتاب هذا النظم نظم فيه شرح خطبة المختصر للهلالي، هي مختصر خليل. قالوا واعتمدوا تبصرة اللخمي ولم تكن لجاهل أمي، لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره.
وهنالك على ذكر اللخمي كتب العراقيين خاصة القاضي عبد الوهاب، وله كتب كثيرة وهي على طريقة العراقيين في الاستدلال والنقاش وغير ذلك، منها كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة والإشراف على مسائل الخلاف، وكتاب التلقين وهو أيضا عمدة، وسيأتينا أنه مما من الكتب التي اعتمد عليها القرافي في الذخيرة. والتلقين هذا شرحه الإمام المازري بشرح نفيس جدا، لكن في بعض المواضع منه نوع صعوبة، لأن المازري يعتمد العقليات كثيرا فأسلوبه ليس في متناول كافة الطلبة. وأيضا لدينا كتابات ابن رشد، البيان والتحصيل وهو موسوعة ضخمة في الفقه، شرح فيها المستخرجة والعتبية، وله أيضا المقدمات الممهدات على المدونة. هنالك أيضا كتب أخرى كثيرة، منها هذا كتاب يقل من يرجع إليه من المالكية المتأخرين، مع أنه نفيس جدا، وهو كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك، مطبوع في خمسة أجزاء تقريبا أو أربعة، أظنها خمسة، وهو للفندلاوي الشهيد رحمه الله تعالى. وهو لا يحيط بكل مسائل الفقه، لكنه يذكر بعض المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين مذهب مالك والمذاهب الأخرى، فينتصر لمذهب مالك بالأدلة. وصاحبه إمام شهيد، شهيد المعركة. وأيضا من الكتب الفقهية يضاف إلى هذه الكتب الجامعة كتب كثيرة، ككتب الفتاوى، وهي كثيرة، كفتاوى ابن رشد وفتاوى الشاطبي والمعيار للمعرف وغير ذلك للونشريسي وغير ذلك من الكتب. فالمقصود أن الكتب المذهبية كثيرة، ومنها الذخيرة أيضا كتاب جامع للإمام القرافي، وقد جمع فيه أو اعتمد فيه على كتب هي المدونة والجواهر لابن شاس والتلقين والرسالة لابن أبي زيد والتفريع لابن الجلاب. هذه خمسة كتب اعتمد عليها القرافي في ذخيرته، فصار عمدة في بابه إلى غير ذلك. المقصود عندي فقط أن أشير إلى بعض الكتب لكي لا يظن الظان من دارسي المذهب المالكي أن من أراد أن يدرس المذهب فإنه يرجع فقط إلى ابن عاشر والرسالة وشروحها وخليل وشروحه، ليس الأمر كذلك. فهذه كتب معتمدة لا شك، ولكنها لا تغني عن الكتب الأصلية التي بني المذهب المالكي كله عليها. ثم الكتب التي ليست خاصة بالفقه بل هي في علوم أخرى لكن يؤخذ الفقه منها، كالكتب المؤلفة في القرآن، ولا أقصد مثلا التفسير كتفسير القرطبي، ولكن أحكام القرآن، وأجلها عند المالكية أحكام القرآن لابن العربي. وابن العربي هذا إمام معتمد من أئمة الأندلس، متعصب لمذهب مالك، يدافع عنه كثيرا وينافح عنه بالأدلة، وإن كان قد يخالفه في مواضع وينتصر للأحاديث إذا ظهر له أن مذهب مالك يخالفها. وهنالك شروح الحديث وهي كثيرة جدا، وهذا إنما أذكره للتنبيه على أن المالكية تعتنوا بالحديث خلافا للمظنون عند كثير من الناس، من أن شراح الحديث أو المحدثين إنما هم من الشافعية أو من الحنابلة، وهذا غير صحيح. صحيح أن للشافعية نوع امتياز في شرح الكتب الحديثية، لكن للمالكية مساهمة كبيرة جدا في هذا الباب. فنذكر مثلا كتاب ابن العربي، أبي بكر بن العربي في شرح موطأ مالك القبس، ونذكر كتاب كتابي ابن عبد البر المؤلفين على موطأ مالك أيضا، وهما التمهيد والاستذكار، وهذان مما يفتخر به المالكية
على غيرهم من المذاهب، لأن هذين كتابان ضخمان نفيسان محرران في النقل وقويان من جهة النظر الفقهي، وهما لإمام يفتخر أهل المغرب والأندلس به، وهو الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، الذي جمع بين الحديث والفقه. وأيضا الباجي المعروف له كتاب نفيس في شرح الموطأ، وهو يميل كثيرا إلى الشرح الفقهي وإلى تحليل المسائل الفقهية، وهو المنتقى، المنتقى شرح موطأ مالك. وأيضا اعتنى المالكية كثيرا بصحيح مسلم، فللقرطبي كتاب المفهم على صحيح مسلم، وهو غير القرطبي المفسر. وأيضا هنالك المعلم بشرح صحيح مسلم للقاضي عياض، للمازري عفوا، وعليه أكمله القاضي عياض بإكمال المعلم، ثم جاء بعده من أكمله بالتكملة وتكملة التكملة إلى غير ذلك، وأيضا شرح ابن بطال على صحيح البخاري إلى غير ذلك. فشروح الحديث هذه في الأصل هي شروح على كتب حديثية، ولكن تؤخذ منها الفوائد الفقهية أيضا. فهذا ما يمكن أن نقوله في هذا المجال. ثم أخيرا المتون والمختصرات هي كثيرة جدا في مذهب مالك، منها المختصر الفقهي لابن الحاجب، وابن الحاجب هذا من أئمة المالكية، له مختصران، مختصر فقهي أو فرعي ومختصر أصلي. المختصر الأصلي في علم أصول الفقه، وقد اعتنى به الأصوليون كثيرا قبل أن يظهر جمع الجوامع، فإنه لما ظهر جمع الجوامع في علم أصول الفقه فإنه أنسى الناس كل ما قبله من المتون الأصولية، إنه جمع فيه، وقد أراد صاحبه والتاج السبكي أن يجمع فيه علم أصول الفقه، وذكر في مقدمته أنه من 100 مصنف أو يزيد. فالمقصود أن مختصر ابن حاجب الأصلي عمدة عند الأصوليين وعليه شروح، وأيضا مختصره الفقهي لكنه أقل شهرة لأنه خاص بمذهب مالك، وعليه شرح نفيس لخليل، خليل صاحب المختصر اسمه التوضيح. وأيضا من المتون متن ابن عاشر، هو مشهور لديكم خاصة عند، ومشهور خاصة عند المغاربة، لكن أيضا معروف عند غيرهم، وعليه شروح كثيرة، لكن أبرزها شرح ميارة الصغير والكبير، وعلي على الصغير حاشية وحب الحواشي كثيرة. وأيضا الرسالة وهو المتن الذي بين يدينا، وعليه شروح كثيرة. ثم خليل وهو العمدة عند المالكية، حتى قال، لعل هذا نقلته لكم آنفا، قال إبراهيم اللقاني: نحن خليليون، إذا ضل خليل ضللنا، لأن العمدة عند الفقهاء المالكية المتأخرين هو في مختصر خليل وما عليه من الشروح والحواشي. فهذه المقدمة التي أردت ذكرها حول كتب المذهب المالكي. ثم نبدأ بإذن الله عز وجل في تدارس المتن. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. باب ما يجب منه الوضوء والغسل. وفي روايات كثيرة لا يذكر لفظ باب، وإنما مباشرة ما يجب منه الوضوء والغسل، وصحح جمع من الشراح عدم ذكر لفظة باب. وقوله باب ما يجب، من المعلوم عند المصنفين أنهم يقسمون كتبهم إلى أبواب وفصول، أو إلى كتب وأبواب وفصول، وذلك ليسهل على طالب العلم تدارسها، فإنه إذا أنهى بابا دخله من الفرح والحبور ما يؤهله للولوج إلى باب تال يتبعه، بخلاف إذا كان الكتاب كله دون تقسيم ودون تفريع ودون أبواب وفصول، فإنه حينئذ يجد صعوبة في التعامل مع هذا الكتاب. والباب هو ما يتوصل به من حيز لآخر،
ويستعمل في الحقيقة في الباب الذي يكون لغرفة أو بيت ونحو ذلك، ويستعمل مجازا في مثل ما نحن بصدده. والباب إذن هو مجموعة من المسائل تجتمع في معنى واحد، فهذا الباب الأول إذن كله في معنى ما يجب منه الوضوء والغسل. وقوله ما يجب منه الوضوء والغسل أي الأشياء التي يجب منها الوضوء والغسل، بعبارة أخرى توجب الوضوء والغسل، ولأجل ذلك فإنها تسمى موجبات الوضوء والغسل، وتسمى أيضا نواقض الوضوء، فهي موجبات للوضوء وهي نواقض للوضوء. وبيان ذلك أن هذه الأشياء المذكورة في هذا الباب إذا وقعت من المكلف وجب عليه الوضوء فهي موجبة للوضوء، وهي أيضا إذا وقعت من المكلف نقضت وضوءه فهي تنقض وضوءا سابقا وتوجب وضوءا لاحقا، ولا إشكال في ذلك. والمسلم تلازمه الصلاة دائما، فهو يحتاج إلى الوضوء لها دائما، ولأجل ذلك فهو بين وضوء سابق ووضوء لاحق، إذا وقع منه شيء من هذه الأشياء فإنه ينتقض بذلك وضوءه السابق ويوجب له ذلك الوضوء التالي، وإلا لم تصح صلاته أو ما لا بد فيه من الوضوء. فإذا باب ما يجب منه الوضوء والغسل تحدث فيه عن موجبات الوضوء وعن موجبات الغسل. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، ومنه يقال وجه وضيء، وجه وضيء أي حسن نظيف جميل. ويستعمل مع لفظ الوضوء في اللغة لمعنى غسل بعض الأعضاء، لمعنى غسل بعض الأعضاء، فمن غسل يده صح أن يقال في اللغة إنه توضأ. وعلى هذا المعنى اللغوي حملت بعض الآثار والأحاديث، من ذلك الحديث المعروف في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فحمل الجمهور الوضوء المذكور هنا على غسل اليد أو على غسل الفم، قالوا لأن في لحوم الإبل زهومة تستوجب غسل الفم قبل المضي للصرح. وحمل الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم الوضوء هنا على الوضوء الشرعي، ووافقهم على ذلك بعض الأئمة المستقلين المنتسبين إلى المذاهب الأخرى، خاصة من كان منهم من أهل الحديث، فذهبوا إلى أن المراد بالوضوء هنا المعنى الشرعي. وأنت تعلم أن من قواعد العلماء أن اللفظ إذا استعمل في نص شرعي من نصوص الوحي ودار بين أن يحمل على المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن الأولى أن يحمل على معناه الشرعي، إلا لقرينة أو لموجب يستوجب حمله على المعنى اللغوي. ونحن الآن إنما نذكر هذا للإشارة إلى القاعدة وللإشارة إلى حمل أو الإمكان حمل لفظ الوضوء على معناه اللغوي، أما تحرير المسألة فيأتي
إن شاء الله تعالى في موضعه. ومن ذلك الأثر لكنه ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. فالعلماء يقولون المراد بذلك غسل اليدين. إذن هذا هو الوضوء لغة. وأما الوضوء شرعا فهو تطهير أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لمنع لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة. نرجع، هو تطهير أعضاء مخصوصة. وبعض العلماء يقول من الأولى أن يدخل في التعريف لفظ التعبد لكي يشار إلى أن الوضوء عبادة شرعية وليست مجرد تنظيف، فيقال مثلا الوضوء هو التعبد بتطهير أعضاء مخصوصة. ولا إشكال، لا إشكال، لأن كل من عرف الوضوء فإنه لا يشك في أنه نوع من أنواع التعبدات. تطهير أعضاء مخصوصة أو يقال هو غسل أعضاء مخصوصة. فإذا قيل غسل لم يدخل فيه معنى التيمم، وإذا قيل تطهير قد يدخل فيه معنى التيمم، لكن الإطلاق عند الإطلاق فإن الوضوء غير التيمم. فهنالك أعضاء مخصوصة تطهر أو تغسل في الوضوء، وسيأتي ذكرها على وجه مخصوص بترتيب معين بصفة معينة. فحين نقول غسل اليدين مثلا، غسل اليدين إلى المرفق مثلا بترتيب معين، إذن على وجه مخصوص. ثم هذا التطهير لأجل ماذا؟ لرفع المنع المرتب على الأعضاء. وهذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين للفظ الحدث. فكما لو قلنا لرفع الحدث بدلا من قولنا لرفع المنع المرتب على الأعضاء. وذلك أن الحدث يعرفه الفقهاء بأحد تعريفات ثلاثة، إما أن يقال هو الخارج الذي ينقض الوضوء، يعني نفس الخارج، كأن يقال مثلا الغائط نفسه أو البول نفسه حدث. والقول الثاني هو نفس الخروج، أي هذا الفعل الذي يقع من خروج الخارج يسمى حدثا. والثالث وهو المشهور عند المتأخرين من الفقهاء، الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء. ما معنى ذلك؟ معناه أن الحدث وصف حكمي وليس وصفا حقيقيا. فلو قلنا الحدث هو الخارج أو نسل الخروج هذه أوصاف حقيقية، لكن حين نقول هو المنع، هذا المنع هل هو شيء نلمسه ونحسه؟ هذا وصف حكمي. ما معنى حكمي؟ أي نحكم على الأعضاء بأنها ممنوعة من أداء الصلاة، من استباحة العبادة، نحكم عليها بذلك. لكن لو أن رجلا فاسقا أراد أن يصلي دون وضوء، هل يجد منعا في أعضائه؟ منعا حقيقيا في أعضائه لا يجد ذلك. فهو منع حكمي، هو وصف حكمي. فكما لو أن الشارع حكم على الأعضاء بمنع، كما لو أن أعضاء الوضوء وضع عليها قفل فلا تستطيع استباحة العبادة خاصة الصلاة حتى يفتح هذا القفل، حتى يرفع هذا المنع. فإذا جاء الوضوء كان من فائدته أن يرفع الحدث، أي أن يرفع المنع المرتب على الأعضاء. إذن كان الرجل ممنوعا من الصلاة أو من العبادة عموما، ثم أي من العبادة، حين نقول من العبادة عموما أي من العبادة التي لابد فيها من الوضوء، فكان ممنوعا من الصلاة فحين توضأ ارتفع المنع. فلأجل ذلك قلنا في التعريف لرفع المنع المرتب على الأعضاء لاستباحة العبادة، لكي
تستبيح بذلك العبادة، أي لا تباح لك العبادة حتى تأتي بالوضوء الذي ترفع به المناعة المرتبة على الأعضاء. هذا تعريف الوضوء. وأما الغسل فالمشهور هو أن الغسل بالضم للاغتسال، وهو الذي يستعمل في الفقه حين يقال الوضوء والغسل، وأن الغسل هو نفس الفعل، لأن القياس في فعل في غسل، القياس فيها أن يكون مصدرها على وزن فعل غسل. فالغسل إذن تقول مثلا غسلت يدي غسلا، واغتسلت اغتسالا، كيف يسمى هذا الاغتسال؟ يسمى غسلا. طيب في اللغة معروف، لكن في الشرع اختلفوا في تعريفه لأجل الخلاف فيما يدخل في ماهية الغسل وما لا يدخل، ونكتفي بتعريف المالكية. فإنهم يقولون الغسل هو تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية. تعميم الجسد بالماء هذا متفق عليه بين المذاهب كلها. فإذا الغسل هو تعميم الجسد بالماء، سيأتي تفصيل الغسل في الموضع إن شاء الله تعالى، لكن مع الدلك هذا خاص بالمالكية، سيأتينا النقاش فيه إن شاء الله تعالى. وبنية هذا لا إشكال فيه، لأنه أيضا إن لم يكن بنية هل يرفع الحدث أو لا يرفع، سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. مفهوم هذا؟ طيب. فإذا ذكرها إجمالا ثم تفصيلا، واعلم أن موجبات الوضوء أحداث وأسباب. الأحداث جمع حدث، وقد عرفنا الحدث، فالمراد بالحدث البول والغائط والريح وما أشبه ذلك، سنذكر هذا إن شاء الله. والمراد بالأسباب ما ليس حدثا في ذاته ولكنه قد يفضي إلى الحدث، كالنوم على التفصيل والخلاف الذي سيأتي. فإن النوم في ذاته ليس حدثا لكنه مظنة الحدث، كما في حديث معاوية العين وكاء السهم، بمعنى أن الذي ينام قد ينحل وكاؤه فيقع منه الحدث دون أن يشعر بذلك، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فإذا هي أحداث وأسباب، والأحداث ثمانية ذكر منها المصنف سبعة، وهي البول والغائط والريح والمذي والمني والودي والاستحاضة، ولم يذكر الثامنة وهو الهادي، وسيأتي. فإذا هذه هي الأحداث، لكن القاعدة الإجمالية عند المالكية ذكرها بقوله الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين، لما يخرج من أحد المخرجين. والمعروف عند المالكية أن يقال لما الوضوء يجب للخارج المعتاد من أحد المخرجين، لكن المصنف لم يذكر لفظة المعتاد. وذلك أن المالكية يفصلون في النقض، فليس كل ما يخرج من المخرجين ناقضا، لكن ينظرون في الخارج إلى أمور ثلاثة، إلى المخرج والخارج وصفة الخروج، فهذه أمور ثلاثة سنذكرها إن شاء الله تعالى. وهذه القاعدة عند المالكية في قضية أن الناقض، ناقض الوضوء، هو ما يخرج من أحد المخرجين يوافقهم فيها فقهاء كثير من المذاهب الأخرى، ودليلهم في ذلك استقراء ما ثبت بالنص
أنه من نواقض الوضوء، استقراء ما ثبت بالنص أنه من نواقض الوضوء. فهنالك أحداث ثبت أنها تنقض الوضوء بالنص كالبول والغائط والريح كما سنذكر إن شاء الله تعالى، وهنالك أمور أخرى لم تثبت بالنص وإنما قيست على ما ثبت بالنص، فهي أمور ثابتة بالقياس، مفهوم؟ كما سيأتينا تفصيل. إذن دليلهم هو هذا حقيقة. الفقهاء من باب الإتيان بالأدلة النصية يذكرون أن لديهم دليلا على هذه القاعدة، وهي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الوضوء مما خرج ولكن مما يدخل. نعم، الوضوء مما خرج وليس مما يدخل، الوضوء مما خرج وليس مما يدخل. وهذا حديث لو صح لكان نصا في إثبات القاعدة، لكنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا عن مجموعة من الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وغيرهم، لكنه أيضا لا يصح حتى موقوفا. فإذا العمدة في إثبات القاعدة كما قلنا على أن بعض أفرادها ثابت بالنص كالبول والغائط وغيرهم، وما سوى ذلك يثبت بالنظر الصحيح والقياس. جميل. إذن هذا كله في بيان هذه القاعدة. الآن نرجع إلى ما ذكرنا من أن المالكية ينظرون إلى ثلاثة أمور، هي الخارج والمخرج وصفة الخروج. فأما الخارج فقد قيدوه بكونه خارجا معتادا، أي مما يعتاد خروجه، واحترزوا بذلك عن الخارج غير المعتاد كالدم والحصى والدود ونحو ذلك. إذا خرج من المخرج فإنه لا ينقض الوضوء، لكن هذا أمر فيه خلاف عندهم. ثم المخرج فإنهم يشترطون أن يكون هذا الخارج من المخرج المعروف وهو القبل والدبر، واحترزوا بذلك عن الخارج من الجسد من غير المخرج كالخارج من الفم وهو القيء، فإنه لا ينقض الوضوء. وكذلك ذكروا من الأمثلة أن بعض الناس قد يكونون مرضى يحدث لهم الطبيب ثقبا أسفل المعدة، ومرادهم بأسفل المعدة أي من جهة الأمعاء، فيقولون هذا الخارج من هذا الثقب أسفل المعدة لا ينقض الوضوء لأنه ليس من المخرج المعروف. قالوا: إلا إذا انسد المخرجان، إذا انسد المخرج المعروف فحينئذ ينقض الخارج من هذا الثقب الوضوء. لما؟ لأن هذا الثقب صار بمنزلة المخرج المعروف، صار بدلا عن المخرج المعروف، فلأجل ذلك صار هذا الخارج منه ناقضا للوضوء. هذا بالنسبة للمخرج. بالنسبة لصفة الخروج احترزوا بذلك عن الخارج على جهة السلس، والسلس يكون في البول وهو أشهر أنواعه، ويكون في غيره، يكون أيضا في الريح. وهذا الخارج إذا كان على وجه السلس فإنه لا ينقض الوضوء، لكن هنا تفصيل، فليس كل خارج على وجه السلس لا ينقض الوضوء. والتفصيل بأن يقال لدينا أحوال: إما أن يكون زمن الخروج أقل من زمن عدمه،
وإما أن يكون مساويا وإما أن يكون أكثر. ما معنى هذا الكلام؟ شخص مصاب بهذا السلس، شفانا الله وإياكم أجمعين، سلس البول مثلا، ينظرون إلى خروج البول، زمن خروجه إذا قورن بزمن انقطاعه، فإذا كان زمن خروجه أو وقت خروجه أقل من وقت انقطاعه فيقولون حينئذ يجب الوضوء، يجب الوضوء. هذا وإن كان سلسا لكن يجب الوضوء. لما؟ لأنه ليس سلسا كثيرا، بل هو سلس مع انقطاع، وزمن الانقطاع أكثر من زمن السلس. هذه الحالة الأولى. إذن هذا وإن كان سلسا فإنه لا يدخل في أحكام السلس. لما؟ لأنه ينقض الوضوء ويجب الوضوء منه. الحالة الثانية، إذا كان زمن الإتيان أو زمن السلس مساويا لزمن الانقطاع أو أكثر من زمن الانقطاع. لو فرضنا أن شخصا إذا حسب الوقت الذي يخرج منه هذا البول والوقت الذي ينقطع فيه وجد أن الوقتين متساويان، هذا بطبيعة الحال لا يكاد يوجد أن تجدهم متساويين، لكن هذا من أجل تمام القسمة يذكره الفقهاء، وإلا أن يحسب الشخص ذلك فيجده متساويا نصف نصف هذا لا يكاد يستطيعه أحد من الناس، لكن نذكره. ومثله إذا كان الانقطاع أقل، إذا كان الانقطاع أقل، يعني شخص مثلا 90% من يومه وليلته عنده جريان بول مثلا أو ريح أو ما أشبه ذلك، و10% فقط أو 20% فقط هو زمن الانقطاع، قالوا هذا السلس حينئذ أو البول أو الريح ليس ناقضا للوضوء فلا يجب عليه الوضوء. قالوا ولكن يستحب. لا يجب. لما لا يجب؟ لأن هذا صاحب سلس والأمر أكثر والانقطاع قليل جدا، وإذا أوجبنا عليه فشيء صعب جدا. قالوا لكن يستحب ما دام أن الانقطاع متميز عن عدم الانقطاع، خلاف الحالة الثالثة التي سنذكرها، ما دام متميزين يستحب. قالوا إلا إن شق ذلك عليه فلا يستحب أيضا. فهمتم هذا؟ قالوا إذن في هذه الحالة لا يجب، هذا واضح، ولكن يستحب إلا إن شق عليه، إذا وجد مشقة من ذلك فالاستحباب يسقط أيضا بعد سقوط الوجوب. الحالة الأخيرة هي من كان سلسه دائما أي غير منقطع، الانقطاع 0 دقيقة مثلا والاستمرار في اليوم كله، قالوا هذا لا يجب ولا يستحب، لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب له الوضوء، لأن هذا صاحب حدث دائم فلا ينفعه الوضوء حتى لو توضأ، لا فائدة من الوضوء في هذه الحالة، سيكون أمرا رمزيا لا أقل ولا أكثر، وإلا لا فائدة من الوضوء لأن حدثه دائم بخلاف من حدثه ليس دائما هنالك انقطاع، فالوضوء عنده فائدة معينة، ولأجل ذلك قال يستحب إلا أن يشق. إذن هذا هو ما نذكره عن السلس، وسيأتينا إن شاء الله تعالى خاصة في مبحث الاستحاضة فإنها نوع سلس. طيب إذن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن المالكية ينظرون إلى الخارج والمخرج وصفة الخروج. الآن انتهينا من قول ابن أبي زيد الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين، وذكرنا أنه لا بد من إضافة المعتاد للخارج المعتاد. بعد أن ذكر هذا على جهة الإجمال بدأ بالتفصيل فقال من غائط أو بول أو ريح إلى آخر ما ذكر. إذن الغائط هذا أول هذه الأحداث الثمانية التي سنذكرها. قبل أن نذكر الغائط نذكر الحدث لكي لا أنساه، الحدث الذي لم يذكره ابن أبي زيد وهو ماذا؟
الهادي. الهادي ما هو؟ الهادي هو الماء الذي يخرج من المرأة الحامل قبيل الولادة، واختلف في كونه ناقضا للوضوء أو لا، وهو معدود من نواقض الوضوء عند قوم، ولذلك جمع الخلاف في المسألة خليل في مختصره بقوله ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه. ووجب وضوء بهاد، أي يجب الوضوء للهادي، ولكن والأظهر نفيه. حين يقول خليل الأظهر أو الظهور أو الظاهر أو كذا، إيش يقصد به؟ لا، يقصد به ابن رشد، لأنه قال في مقدمة كتابه ضمن أشياء ذكرها: وبالترجيح لابن يونس كذلك، وبالظهور لابن رشد كذلك. حين يذكر الأظهر، أي أن ابن رشد استظهر نفي النقض، نقض الوضوء بالهادي، هذا معنى والأظهر نفيه. هذا اصطلاح لخليل في مختصره. إذن هذا ما نقول عن الهادي. نرجع إلى الغائط. الغائط محل إجماع عند العلماء، فإنهم أجمعوا على أنه من نواقض الوضوء، ومما يدل على ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. إذن الغائط مذكور في كتاب الله عز وجل، مذكور في السنة أيضا، ومحل إجماع عند العلماء. بعده البول، والبول في الحقيقة لم يذكر في القرآن، لكنه أيضا محل إجماع، محل إجماع. وبعض العلماء يقولون الغائط المذكور في القرآن يشمل البول أيضا، وهو مذكور في السنة في مواضع، من بينها مثلا حديث صفوان بن عسال، هو حديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. إلا من جنابة، هذا استثناء واستدراك من ماذا؟ من ألا ننزع خفافنا. وبعد هذا الاستدراك أو الاستثناء، استثناء آخر: لكن. ما معنى ذلك؟ معنى أنه استثناء من استثناء، فإذا كان استثناء من استثناء رجع إلى ما قبل الاستثناء الأول، وهو ألا ننزع خفافنا، بمعنى أن ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ما معنى ذلك؟ في الجنابة يجب نزع الخفاف، لكن من بول وغائط ونوم لا تنزع الخفاف ثلاثة أيام ولا يليهن. وسيأتي هذا في مبحث ماذا؟ مبحث المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الأمور المذكورة هنا ناقضة، تنقض الوضوء، الجنابة هذا ينقض الغسل كله، والبول والغائط والنوم تنقض الوضوء، لكن الاستثناء هنا لكن من كذا إنما يراد به جواز عدم نزع الخفاف، وإنما يمسح على الخفين. وهذا الحديث أيضا مما يستدل به على أن النوم من نواقض الوضوء، لكن النوم سيذكر في الأسباب لا في الأحداث. إذن البول من نواقض الوضوء دون إشكال، وأظن أصلا هذا محل إجماع عند الفقهاء. ثم الريح، ودليل كون الريح ناقضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثابت في الصحيحين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي لفظ: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فساء أو ضراط، الفساء والضراط كلاهما معناه خروج الريح من الدبر، لكن الفساء يكون دون صوت والضراط بصوت، هذا الفرق بينهما. قال العلماء: معنى
إن الله لا يقبل صلاة أحدكم، لا يقبل أي أن هذه الصلاة غير صحيحة وغير مجزئة إذا أحدث حتى يتوضأ. واستدل بهذا الحديث على أن الوضوء إذا لم يقع بعده حدث فإنه يكفي لصلاة أخرى، يعني من توضأ لصلاة الظهر مثلا ولم يحدث وجاء وقت العصر جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الأول. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث غاية وهي الحدث، ما دام لم يحدث فإنه ماذا؟ على وضوء الأول حتى يتوضأ، هذه حتى تفيد معنى الغاية، حتى يتوضأ. ما معنى حتى يتوضأ؟ معنى أنه بعد وضوئه أي بعد الغاية فإنما بعدها مخالف في الحكم لما قبلها. مفهوم الكلام ولا غير؟ ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث في هذه المرحلة كلها حتى يتوضأ؟ هذا هو مفهوم الغاية، وحتى من أدوات الغاية المعروفة تدل على معنى الغاية. ما معنى أن هذه غاية؟ أي هذه غاية لعدم القبول، ومعنى ذلك أن ما بعد الغاية متحقق فيه القبول. فإذا إذا توضأ قبلت صلاته فيستمر على ذلك ويصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، فإذا أحدث صار قد تحقق فيه الوصف الأول الذي ينتفي معه القبول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، تحقق في هذا الشرط إذا أحدث. لكن ما دام لم يحدث الشرط غير متحقق، فما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها. فهم هذا الكلام؟ طيب وقوله فساء أو ضراط، قال العلماء لما ذكر الفساء والضراط ولم يذكر الأحداث الأخرى؟ قالوا أما فيما هو أبلغ من الريح كالبول والغائط لأنهما أبلغ وأشد فإنه نبه بالأدنى على الأعلى، الريح أدنى من البول والغائط، نبه بالأدنى على الأعلى، بمعنى إذا كان الريح ينقض الوضوء وهو أدنى من البول والغائط فمن باب أولى أن ينقض البول والغائط أيضا. وأما بالنسبة للأحداث الأخرى قالوا لعل أبا هريرة، يعني هذا في إشكال حقيقة، قالوا لعل أبا هريرة لم يكن يرى أن الأحداث الأخرى تنقض الودي مثلا أو غير ذلك، لكن على كل حال لا ينبغي تكلف سبب لاختياره الفساء والضراط، لأنه يحتمل أمورا كثيرة، يحتمل أنه عرف من حال السائل أنه يسأل عن هذا خصوصا أو أنه يجهل هذا الحكم خصوصا ولا ويعرف الأحكام ويعرف أحكام الأحداث الأخرى فأجابه عن الفساء والضراط لأنه يجهل الحكم، فهناك احتمالات متعددة. نعم. فإذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الريح ناقض للوضوء وهو محل إجماع، وأيضا يدل على الريح على أن الريح من موجبات الوضوء حديث عبد الله بن زيد أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يعني الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يكون في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة يعني من الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يجد ريحا أي يشم ريحا. قال العلماء معنى قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن، لا ينصرف حتى يتيقن من خروج الريح، وليس معنى ذلك أن يسمع صوتا يسمعه الناس أجمعون أو يشم ريحا يشمها أهل المسجد كلهم، مقصود أن يتيقن، مفهوم؟
لكنه نبه بهذا المعنى على كيفية حصول اليقين. طيب، فإذا لا ينصرف حتى يتيقن أنه قد خرج منه الريح. وهذا الحديث أصل عظيم في مسألة الشك أو في قاعدة الشك، تستعمل في هذا الباب، باب نقض الوضوء، وتستعمل في أبواب أخرى كثيرة، وهي كثيرة الاستعمال جدا، حتى عدت ضمن القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه. فهذه هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ما معنى ذلك؟ معناه عموما أنه إذا تيقنت من أمر معين فإنك تبقى على ذلك الأصل، وتبقى على ذلك اليقين وإن شككت، حتى يأتيك يقين مثله. أما اليقين، أما الشك فإنه لا يرفع اليقين. طيب، هذه القاعدة نحن نقول إنها من قواعد الفقه التي عليها مدار الفقه. ومعنى ذلك إذا قلنا إن عليها مدار الفقه، معناه أن المالكية أيضا يأخذون بها. فهل يأخذ المالكية بهذه القاعدة؟ نعم، يأخذون بها. ومع ذلك فإن المالكية يقولون كما سيأتينا إن شاء الله أن الشك في الحدث ينقض الوضوء، كما عند ابن عاشر إذا كنتم تحفظون، الشك في الحدث كفر من كفر، الشك في الحدث ينقض الوضوء. طيب، إذن كيف نفهم ذلك؟ أولا نشرح القضية ونشرح الخلاف فيها. جمهور العلماء على أن من كان على يقين من الطهارة وشك في وقوع الحدث فإنه يبقى على أصل الطهارة مطلقا، سواء أكان داخل الصلاة أو خارجها، يبقى على أصل الطهارة، وطهارته الأصلية لا ترتفع بهذا الشك في الحدث. هذا مذهب جمهور العلماء، وروي هذا عن ابن نافع فيما يرويه عن مالك رحمه الله. القول الثاني أن الشك في الحدث في هذه الحالة ينقض الوضوء، بمعنى من تيقن من الطهارة وشك في الحدث فإن وضوءه ينتقض مطلقا، سواء أكان داخل الصلاة أو خارجها. وهذا أحد القولين أو الروايتين في مذهب المالكية. والقول الثاني في مذهب المالكية التفريق بين من كان داخل الصلاة وخارج الصلاة. قالوا إذا كان داخل الصلاة هو على وضوء، داخل الصلاة يصلي، إن شك في انتقاض وضوئه فإنه لا يخرج من الصلاة بل يستمر، وشكه في الحدث لا يرفع يقين الوضوء. لكن إذا كان خارج الصلاة، بمعنى كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث، قالوا هذا الشك ينقض الوضوء إذا كان خارج الصلاة. طيب، الجمهور قولهم هذا دليله واضح، وهو قاعدة اليقين لا يزول بالشك، استعملوا ذلك في الطهارة. فقالوا اليقين الذي لدينا هو ماذا؟ هو وقوع الطهارة، الطهارة متيقنة، والشك ما هو؟ هو ارتفاع الطهارة أو انتقاضها. فإذا قالوا هذا الشك لا يزيل ذلك اليقين، إذا مذهب الجمهور واضح. طيب، مذهب المالكية هم أيضا ذهبوا إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن استعملوها في الصلاة لا في الطهارة. بمعنى ماذا؟ قالوا اليقين الذي لدينا هو أن ذمة المكلف عامرة بوجوب الصلاة، ذمته عامرة، لكي تبرأ هذه الذمة لا بد من طهارة متيقنة، وليس لدينا طهارة متيقنة لأجل الشك. فقالوا إذن هذه الذمة العامرة بوجوب الصلاة لا ترتفع
عفوا هذه الذمه نعم لا ترتفع اذا وجد هذا الشك في الحدث. لما؟ لانهم يلغون هذا السبب المبرئ. هذا السبب المبرئ وقع فيه شك فهم يلغونه فلا تبرأ الذمه. الاخرون اي الجمهور اعملوا القاعده نفسها ولكن في الوضوء في الطهاره، فقالوا الطهارة متيقنة فنلغي الشك الطارئ عليها. فأنت ترى أن الفريقين عملا بمبدأ أو بقاعدة الشك المعروفة، وأن اليقين لا يزول بالشك، لكن المالكية احتاطوا للصلاة وهي مقصد، وأما الجمهور فاحتاطوا للطهارة وهي وسيلة. ولذلك فإن العراقي وهو شافعي قال ومذهب المالكية راجح حين شرح هذه القضية، شرحها ثم قال مذهب المالكية راجح في هذه المسألة من جهة النظر هو أرجح. بل الحافظ ابن حجر أيضا وهو من أئمة الشافعية قال وما قاله صحيح، فإن مذهب المالكية من جهة النظر صحيح لولا أن النص لا يوافقه، أو كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. يقصد ماذا؟ يقصد أن ظاهر النص وهذا الحديث لا يوافق على هذا التخريج الذي ذهب إليه المالكية، لكن هذا إنما لا يصح على مذهب من قال من المالكية بعدم التفريق بين من كان داخل الصلاة ومن خارجها، لكن من قال من المالكية بالتفريق فإن الحديث يوافق كلامه، لأنه يقول ماذا في هذه الحالة؟ يقول هذا الحديث خاص بالصلاة، وهو صريح في أنه خاص بالصلاة، لأنه يقول لا ينصرف، ينصرف من ماذا؟ ينصرف من الصلاة، إذن الحديث ظاهر أنه خاص بالصلاة، لكن الآخرون يحملونه على ما سوى الصلاة أيضا، يقولون في الصلاة وفي غيرها، لكن هؤلاء يقولون نعم هذا خاص بالصلاة، وإذا لا إشكال لدينا مع هذا الحديث فإننا نقول بمقتضاه، ولا إشكال لدينا مع القاعدة الفقهية فإننا نقول بها لكن نحتاط بها للصلاة لا للطهارة. فصار مذهب المالكية في هذه المسألة جامعا بين ماذا؟ جامعا بين النظر الصحيح كما أقر ذلك العراقي ابن حجر، وبين النص الذي هو الحديث الذي فيه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فهذا تقرير مذهب المالكية في المسألة، وأنت ترى أنه مذهب فيه قوة. نعم، إذن هذا هو ما يمكن أن يقال اختصارا حول قضية الشك في الحدث. إذن هذا الريح، والريح المقصود هنا ما يخرج من الدبر، أما إذا خرج الريح من من ذكر الرجل أو من قبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء. إذن البول والغائط والريح، ثم قال أو لما يخرج من الذكر من مذي ومع غسل الذكر كله. وعرف المذي بقوله وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. إذن المذي هكذا فعل، ويقال أيضا المذي بكسر الذال وتشديد الياء، عرفه بأنه الماء ماء أبيض رقيق، رقيق ضد خاثر، يخرج في هذه الحالات التي ذكرها، يخرج عند اللذة عند الإنعاض، والإنعاض هو في اللغة يقال نعض الذكر أو أنعض الذكر أو أنعض الرجل إذا انتشر ذكره، ويستعمل بمعنى أنعض الرجل أو أنعضت المرأة إذا تاقى للجماع أو للنكاح، إذا تاقت نفسه للنكاح يقال أنعض. فإذا يقول عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة وهي معروفة ما يكون بين الرجل وزوجته،
والتذكار أي التذكر والتفكر في الأمور التي تثير الشهوة. والتذكار هكذا بإيش؟ بفتح التاء، لأن بعض الناس يخطئ وكثير من الناس يخطئون في المصادر التي من هذا النوع. واعلم أن جميع المصادر في اللغة التي على وزن تفعال فإنها بفتح التاء تفعال، إلا مصدرين اثنين كلاهما في القرآن هما تبيان وتلقاء، تلقاء مدينة وتبيان لكل شيء، تبيان وتلقاء فقط بالكسر، ما سوى ذلك من المصادر كله من المصادر ليس من الأسماء. شوف كلش ليش واحد تمسح، تمسح هذا ليس مصدرا، هذا اسم من المصادر، ما كان من المصادر فإنه كله على تفعال. لذلك من الخطأ أن تقول تكرار، بل تقول تكرار، وتقول تعداد لا تعداد، وتطواف لا تطواف، وهكذا إلا تبيان وتلقاء. إذا تذكار وليس تذكار. فإذا هذا المذي هو ماء معروف يخرج، يكون من الرجل ويكون من المرأة أيضا، فإذا مرتبط بالشهوة، لكن ليس لا يصل الأمر إلى الشهوة الكبرى، ولأجل ذلك فليس منيا، إنما هو مذي. هذا المذي أيضا من نواقض الوضوء، ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء أي كثيرا المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ودليلهم ماذا؟ دليلهم الأصل في قاعدة النجاسة، الأصل في غسل النجاسات كلها، الأصل في النجاسات كلها أنك تزيل محل الأذى فقط، محل النجاسة فقط، ولا تزيل ما سوى ذلك. وذهب غيره، غير العراقيين من المالكية، إلى أنه يغسل ذكره كله، ودليلهم الحديث، لأنه قال في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، على أن الحديث ليس صريحا في ذلك، لأن من المهيع المسلوك عند العربي أن يطلقوا الجزء ويريدوا به الكل أو العكس، فقد يطلق لفظ الذكر ويراد بعضه. وإذا قلنا إنه يغسل ذكره كله، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول، لأنه يسأل سائل فيقول طيب هذا مخالف لقاعدة النجاسة، نحن دائما نحتاج أن تكون مسائلنا الفقهية موافقة للقواعد الكلية، قاعدة النجاسة يغسل مكان النجاسة فقط، فكيف تقولون يغسل الذكر كله؟ قالوا نذهب إلى النص، النص قال يغسل ذكره، إذن يغسله كله. طيب جميل، وماذا تسمعون مع قاعدة النجاسة؟ احتمالا، الاحتمال الأول أن يقال لأجل قطع المادة. ما معنى ذلك؟ معنى أنه إذا غسل الذكر كله فإنه ماذا؟ يقطع مادة المذي، لأن الماء يقطع مادة المذي. هذا احتمال يمكن أن يقال عنه طبي أو صحي. الاحتمال الثاني ومعقول المعنى، مفهوم؟ الاحتمال الثاني غير معقول المعنى، وهو أن تقول هذا حكم تعبدي، هذا حكم تعبدي، وحينئذ أنت تعرف أن الأحكام نوعان، أحكام تعبدية وأحكام معقولة المعنى. الأحكام التعبدية هي التي لا يسأل عن علتها، والأحكام معقولة المعنى هي التي يسأل عن علتها. فلو سألك سائل لما تصلون الظهر 4 ركعات لا 5؟ لا جواب، لا يوجد جواب عن لما، لأن هذا الحكم تعبدي غير معقول المعنى. حين نقول غير معقول المعنى، ليس أنه لا يعني ذلك أنه لا معنى له أو لا حكمة فيه، لكن معنى ذلك أننا لا يمكننا أن ندرك حكمته ومعناه. فإذا هذا حكم تعبدي. الحكم معقول المعنى نفهمه، مثلا الخمر حرمت مثلا، يمكن أن نقول لأنها تسكر، ولأن الإسكار يسبب إشكالات مجتمعية وفردية وغير ذلك، هذا واضح معقول المعنى. طيب، فإذا حين نقول إنه تعبدي، وهو الاحتمال الثاني، إذا قلنا إنه تعبدي فإنه يفتقر للنية. ركز معي كما صعبت الأمور عليكم. إذا انقطع الحبل نقف، لكن ما دام الحبل لم ينقطع نواصل. إذا قلنا إن هذا حكم، إن هذا الحكم تعبدي، معنى ذلك أنه يفتقر للنية، لأن هذا فرق مهم جدا بين الأحكام التعبدية والأحكام معقولة المعنى. فما كان تعبديا لا بد فيه من النية،
لا بد فيه من النية. بينما إذا قلنا إنه من باب إزالة النجاسات كما يقول اللخمية والعرقية لا يفتقر للنية. مثلا أصابت نجاسة ثوبك فأزلتها دون نية إزالة النجاسة، هل إزالتك للنجاسة مجزئة أم لا؟ مجزئة. إزالة النجاسة وهي إزالة الخبث لا يفتقر للنية، لكن مثلا الوضوء يفتقر للنية. هذه أحكام تعبدية. إذن إذا قلنا نرجع فنقول إذا قلنا إن هذا الحكم تعبدي فهو يفتقر للنية، أما إذا قلنا إنه لإزالة الأذى فقط أو لقطع المادة فقط فلا يفتقر للنية. ثم آخر ما نذكره في باب المذي هو ماذا؟ أنه يجب استعمال الماء فيه، فلا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة ونحوها كما في غيره من نواقض الوضوء كالبول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغسل فقال يغسل ذكره ويتوضأ. أما الودي قال وأما الودي فماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، هذا يكون عادة عن علة ومرض وليس من الأمور المعتادة، يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول، إذن لا فرق بينه وبين البول. ودليل نقضه الوضوء القياس على البول، وأيضا أثر عن عبد الله بن عباس في هذه الأمور الثلاثة وهي المني والمذي والودي، فإنه قال كما أخرجه عبد الرزاق من المني الغسل وفي المذي والودي يغسل حشفته ويتوضأ، والحشفة رأس الذكر، وهذا حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن مجاهد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عباس به. لكن أخرج الأثر أيضا البيهقي وغيره من طريق حسين بن حفص عن سفيان أيضا عن منصور عن مجاهد أيضا، لكن عن مورق عن عبد الله بن عباس، وخالف في لفظه فقال في المني والمذي والودي من المني الغسل، هذا واضح، وفي هذين أي في المذي والودي يغسل ذكره ويتوضأ، أما في أثر عبد الرزاق يغسل حشفته ويتوضأ. فالمقصود أن الودي أمر قليل يعني لا يكون دائما، وهو من الأمور كما قلنا يكون عن علة ومرض. نكمل، فهذا هو الودي. ثم قال المني وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، ماء المرأة أصفر رقيق إلى آخر ما قال. المني معروف قال وهو الماء الدافق، ومعنى كونه دافقا أن يخرج دفقة بعد دفقة بخلاف المذي، ويكون قال عند اللذة الكبرى بالجماع، ولا يلزم أن يكون بالجماع، إنما المقصود أن يكون باللذة الكبرى، قد يكون عن احتلام لا عن جماع. وهنا السؤال يطرح لما ذكر المني ضمن نواقض الوضوء، فإن الأصل أن يذكره ضمن نواقض الغسل. قالوا إما ذكره استطرادا ما دام قد ذكر ما يخرج من المخرجين أكمل فذكر المني، وإما ذكره لأنه يكون من نواقض الوضوء ولا يجب الغسل في بعض الحالات الاستثنائية، وهي إذا كان على وجه السلس، وهذا نادر لا يكاد يوجد أن يكون المني على وجه السلس، قالوا في هذه الحالة يجب الوضوء فقط، لكن كما قلنا هذا من فروض الفقهاء. والأمر الثاني إذا كان عن غير لذة، هذا أيضا يكون في حالات مرضية، عن غير لذة في حال اليقظة فهذا أيضا لا يجب ماذا؟ لا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء فقط. فلأجل ذلك ذكره هنا ضمن نواقض الوضوء. قال وعند اللذة الكبرى بالجماع، قال ورائحته زي كرائحة الطلع، والطلع هو أول ما يكون من إنتاج النخلة، فإن التمر يمر بمراحل سبعة كمراحل الجنين في بطن الأم، فيكون طلعا وهو أوله، يكون طلعا فإغريضا فبلحا فبسرا فزهوا
رطبا فتمرا، هذه سبعة. طاب بزرت، طاب بزرت، طاب اللي هي الطلع والإغريض والبلح، بزرت اللي هي البسر والزاي الزهو، والراء إيش قلنا، الرطب ثم التمر. وعندهم خلاف في البسر والزهو، لأن يعني بعضهم يقدم الزهو على البسر بين اللغويين والفقهاء وكذا، بعضهم يقول البسر أولا وبعضهم يقول الزهو أولا. وآخر ما نختم به ما دمنا قد ذكرنا هذا، أن عرقوبا، تعرفون عرقوبا ولا لا؟ هذا يضرب به المثل عند اللغويين في إخلاف الوعد. ولما سمي، لما ضرب به المثل؟ لأنه كان جاءه أخ له قال له أعطني من نتاج هذه النخلة، وكانت حينئذ طلعا، قال دعها حتى تصير بلحا. رجع عنده بعد أن صارت بلحا قال دعها حتى تكون بسرا، فرجع عنده حين كانت بسرا قال دعها حتى تكون رطبا، وهكذا قال دعها حتى تكون تمرا، فحين كانت تمرا مر عليها عرقوب في الليل فجد التمر كله، يعني قطعه كله ولم يعطي أخاه منه شيئا. فصار يضرب به المثل عند العرب في إخلاف الوعد، حتى قال كعب بن زهير في بان السعاد قال كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا إخلاف الوعد ومخلفي الوعود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا، وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا، وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا. وبها صار الفقير له حلم وهوى، وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى.